شوي اسبح بنا باتجاه السبوره ما شاء الله. فكانت من 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 الصدف. ولا قربها احمد غباشي معنا. ايوه ابو علي تروح تشرح لنا الكلام اللي كاتبه انت. وشيء بشيء يذكر خطوط الاباء ما هي بسيطه. الاباء ذولي نبغى نجاكرهم باي شيء ما قدرنا. كل ما جيناهم منا السفر سافروا، السواقه يسوقون، الهندسه يهندسون، العلوم كلها عندهم. الان احنا فين؟ والله ما ادري. انت اشرح لنا. في مجلس الاباء. في مجلس الاباء. وفي تلفزيون ايش؟ الواقع. 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 يا سلام. وعلى الهواء مباشرة. مباشرة. كنت ابغى اكتب من المملكة العربية السعودية قناة الواقع الفضائية دائما اكتبها، لكن المعروف لا يعرف المملكة. احنا في المملكة. في قصيدة حبيبي. هذا هي قناة برنامج ايش؟ برنامج ايش يا ابو؟ برنامج الطيبين. مجلس جلسة الطيبين. عرفت الثلاث كلمات هذه؟ ايه. برنامج مجلس الطيبين. ارفع فوق. جلسة الطيبين نعم. ولد يا ولد. الله يحييك. عباك الله جزاك الله خير. ايوه يا اخوي كذا ولا لا؟ ما شاء الله. ما شاء الله. انا ما اعرف اكتب لكن اعرف ورا الشاشه ترتعد. اعرف اسجل. لا هذه حقت الداخليه، اما الخارجيه لهم لا صافيه جدا. موجه زي كل مشرف. ها هي هذه لنا بس. قال لي اسجل انا واكتب. نقربها يا مخرج شوي عشان بط الدنيا. ولا مكانها زين؟ ما ينفع. لا مكانها زين. خطبه قال لا يزيد السبوره يا اخي. السبوره متعه. زينه. هي احد وسائل المعلم. والله يا اخي متعه، خاصه احنا القدامى ميسر على المعلم. والله يا اخي وتكتب. هذا كتابه النسخ. كتابه ايش؟ النسخ ولا الرقعه؟ النسخ اي نسخ. نسخ نعم. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. روح يا ابو. الله خلاص. الله يسعدكم ويوفقكم دنيا ودين. كذا؟ تحفتونا. وهذا المجلس برنامجنا اليوم. برنامج مجلس الطيبين. يا سلام. وانتم الطيبين ان شاء الله ومن يسمع ومن يشاهد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والله خط جميل يا ابو علي. يبغى له تزبيطات لكن معلش. انا خطاطي واجد. ابو عمر. اعرف اسجل يوم كنت اشرح لكم. اي. يوم كنت اشرح لك اسجل بس. طيب خلاص بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. خلاص خلاص. المعلم بروفيسور الدكتور ابو علي. شكرا لك ابو علي. في واحد شاهد على ابشر. ارسل اللي تبي يا ابو عمر. وعليكم السلام. ارسل لك يا شيخنا. يسلم. ارسل لك الشيلات انا. وبعد شيء احترام لك يعني بأشيلها هنا كمان على لا. ما معه مايك ترى ما يسمعونك. اي. لا لا ما يسمعونك. حركات بركات. حركات بركات. الان بيقوم ابو صالح مشكورا ليسجل في سجل الشرف في السبوره البيضاء. ما شاء الله. شفت يقول الاولين. شف. طيب ورا ما قلتها عشان ما قلت شباب. كمال وجمال يا ابو علي. هذه حركات. خطير ابو علي. ما شاء الله. ابو علي خطير. اي والله. ماشي نقربها شوي عشان لان كانها بعيده على الاباء. ايوه اقربوا اخي اقربوا عندنا اشوفكم وتشوفون. اي نعم نعم. بس 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 الكاميرا الثانيه ما يبين. ايوه عشان ما تغطي عليها. يا سلام عليك. ولا ما شاء الله. ما شاء الله. عدل كذا. ما شاء الله. والله من اول يمكن افضل. ايوه. رسام يا ابو علي. ايش تسوي ابو علي؟ هذه زوايا. ايش ذا الحمامه ذي طايره؟ ما شاء الله. عشان اعرف انا والله ابد ما نبي ارد انا عليه. ما شاء الله. والله خطير ابو علي. ما شاء الله. والله خطير. خطير ابن ماشي. ابو صالح. اللهم انا والله ما معترف على نفسي يعني خلاص.
أنا سلمت السلاح لغيري. سلمت السلاح لأبو علي. خير وبركة. لا لا لازم لازم. لا 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 اعتراف من حال هنا قدم اعترافي. تسلم يمناك لا عدمناك يا أبو علي يا زين الزين. وزن في يدك. إيه. طيب. حنا بس كلمتين وبس ونمشي أكتب. يلا بدون حركات اللي تبغى في امكاننا انت لك ذلك ولا امسح اللي تحت يا ابو عادي تبغى نمسح اللي تحت البرنامج هذا لا لا خله هذا اللي تحت لا لا خله ما شاء الله تبارك الله لا تقطع احد هو ماسكها بس وراها كذا اساعدك اجي امسكها ما شاء الله لو في ادوات لو في كذا هم تطلع أيه. وتكبر وكذا وتمسح وتسوي تطلع تمام بس انا بعد ما شفت انا ابو محمد انه يتحدانا في الخط دعوه يا ابو علي والله اني شفتك ذاك اليوم لو نتنازل لك عن ال ها؟ نتنازل لك عن ال لا لا انا اشهد لك يعني ذاك اليوم يا سلام يا سلام يا ابو صالح يا مرحبتين الفارزين يا الله دخلت من فوق نزلت الارض الارض ترى وخطاط بعريض ابو صالح اعتراض السبوره لا كتبوا شكرا تبارك الله والله مبدع ابو علي الواقع الفضائي انا مقدم اعتراض مقدم اعتراف لا لا بدا الحين نبي عاد ابو وين ابو محمد ابو محمد بعد خطاط انا الاخير بتعلم منك كل يد الاخير يقول لك كل يد فوقها يد الان ابو عبد الرحمن محمد ابو ما تقدم على ابو عبد الرحمن يا سلام قامه من القامات مثل جره البهم بالنفود ليله المطر لا لا ابو صالح لا بد والله انا ما حقيت انك تبي تكتب هالكتاب ما شاء الله يلا روحت هذا كالطائر اللي مجروح مكسور جناح مروح هذا هذه حمامته ابو علي هذا المعلم ما نقول شيء المعلم ما هذه شعاري من يوم عرفت الرسم الصقر هذا انا تاريخ عندي خاص والله وبان في اخر حياتي وشو والله حلوه جميله والله كنت ارسمه من يوم انا بالثالث ابتدائي ولا ثاني ابتدائي سبحان الله واستمر معايا وكل ما صرت ارسمه ووجدت ان لي علاقه معه في الكبر جميلة والله شو الفكرة يا ابو علي مكحن خلينا نكتب وش تبينا نكتب والله لا فكرة ما فيها والله فكرة حلوة والله كذا بالصدفة جاك مجاني انا مسوي حتى مع هذه الادارة رحنا اكتب لي تبي هذا برنامج وذا تحاني المملكة العربية السعودية مع هذه الادارة اكتب ابو عبد الرحمن سم يا سلة جنب جلاجل يا سلة جنب جلاجل يا برد بلقاية انا خلصتها خلاص اي ممتاز كتبت برنامج الواقع الفضائية قناة الواقع الفضائية شكرا ايوه الفكره ان احنا نحط سناب ما شاء الله سنابك يا ابو محمد هي الفكره بدت كذا ايه كنت بدور كذا ولا رقمك ولا أيوة. ما كتبت شيء ايه لا هي اصلا كذا الفكره من كلامها جات الفكره الى ابايك مقدم ما كتب ما يعني اي بك حتى لا يتقدم احد على المقدم الله يرضى قدرك اول ما قمت قلت تكتب يا ابو حزام قال لا شوي ايه ولا احنا اخذنا عشان كلامها انا ما ادري انا يمكن انا اعرف عنك اعرف عن ابو عبد الرحمن بقي ابو صالح وابو حزام أيه. ما اعرف عنه بيحلل ابو محمد ترى من ممتاز ممتاز يا شيخنا ممتاز جدا احتاج انت مهندس سيارات قبل تكون انك مهندس كلمه لا ترى ومهندس كلمه كمان ترى السبوره ترى ما تعطيك ال اي مثل الورق اي نعم ولا مثل ما شاء الله ما شاء الله شوف هذه يلا هذه العلامة حق المعزة حقك زمان اللي ضاعت ما شاء الله لا خط ابو عبد الرحمن لا لا جميل ما ترى ما كتبنا على السبورة لا عطب محمد ولو اثرك باقي عطب محمد لا ما تقدم على ابو لا ابو حزام قال ابو حزام عقبك انا ابو حزام توه جديد انا طلعت السراير يا ولد انا خدامكم انا خدامكم يقولوا شيء الحمد لله ترى احنا ما شفنا وش اسمه الشاشات اي هذه وادري الفكره انا الفكره اني اكتب سناب ابو محمد يلا اكتب اكتب سناب ابو محمد لان عليه طلب
هذه فكرة الطلب. نعم. بس مشكلة أبو محمد إيش اللي هو في السناب حق عندي أنا بالذات أتكلم عني. يجيني دائما أشاركك في القصة. طيب أدور لها بعد إذنكم. أنا مشكلتي لأني أرسل ولا أستقبل. يا سلام. أيوة زي فصيلة الدم الأو. تأخذ. أخذ ولا أعطي. أدرى على كيف أنا أحسب أنها ثابتة وبعدين خليها. لا لا تمسح. تمسح. ما شاء الله. بانا واللي عندهم. بانا والنشاء. تمسح الأمور. أها. لأن أبو محمد الله يسلمه يسمع كثير من الطلبات على سنابي. ما شاء الله. أول شيء الشاهي ترى جاني على الشاهي كثير في تويتر وفي سناب وين نلقى الشاهي وين نلقى الشاهي وين محل أبو محمد. أبو محمد أترك محل. مالي محل. مالك محل. ولا عطارة ولا في عطارة أبو محمد اللي يرسلوا لي دائما أبو محمد عطارته وينها؟ ما عندي. هم متوقعين كذا. أي متوقعين. نعم. أنا طويل العمر لا عندي لا محل ولا عندي عطارة ولا عندي إنما عندي معلومات. لكن الطلب ما عندك. الطلب أنا أنفذ لك ولا أخدمك ولا أدلك. أيوة خلاص كل الطلب. بس لو بغى أي واحد يمون على أبو محمد. تدري أبو محمد إنه من أصعب الأشخاص اللي يعني اللي بتعامل معهم من ناحية إيش؟ غموض. الرجل أول شيء ما هو بيبحث عن ربح. ترى هذه ترى مشكلة بالنسبة للعميل. يعني هو ما يبحث عن ربح. الثانية أحياناً هو يقول لي بيني وبينه يقول احنهم احيانا من بعض اي من بعض اثمان. طيب قلت لك الحين كيف وش الوضع؟ قال والله ان شاء الله اني ما بقصر لكن انت صار ما هو يدور ربح ويحن المتابع كيف يتواصلون معه. لكن والله انا متجاوب لا على واتسه ولا على سنابه وابدا صخي جعل ابوه في الجنه. وهذا ما يعني انت مسحت الطير حقي. مسحت الطير حقك. لا لاني بيتين لاني خفت منه والله. لا بيتين عليه الطير حلو. بنشد فيما تكتب. يلا اكتب. ايه بناخذ سناب ابو محمد. يلا ها. ايه لا 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 حط الجنب العريض. ايه بالعريض. ايه جاك الشيخ. يا سلام. ايوه يا اخوي هذه تخلونها ثابتة ما يحتاج. اها ما شاء الله. انجليزي وعربي. الانجليزي مع معلم. لا ادرى ما تعطيك ذي الشاشة. انا اشوف ابو عبد الرحمن وابو صالح ما هي مهيب. تزلق. تزلق. اي ما هي مضبوطة. هذا سناب الشيخ ابو محمد. تبون رقم جواله؟ 05 0500. ما عندك خلاف؟ لا ما عندي خلاف. بس ما هو الثاني هذا 0500. ايه جواله هذا مستعجل ما شاء الله. 0500. ايه 369 369 939 939. هذا واتس. ها ما شاء الله. واتس الى كذا عاد يا متابعينا تبارك وصلنا الله. يعني الى حد ما عاد قصرنا. بريت الذمه يعني. والله اني بريت ذمتي ولا عاد خلاص. تبارك الله. اتعبوني والله. الرد ها اتعبوني والله. يفكرون يعني احنا يعني نتحفظ وحنا والله ما نتحفظ على شيء. لا ما تحفظنا احنا على شيء. هذا عادي. جاكم ابو علي. لا بس هذا ما ينشاف من بعيد. بعدين كاتب عربي وانجليزي ابو. لا ليه؟ اوه نسيت. اي والله اصبر والله نسيت. عاد الدكتور صالح الحمد لو موجود قال ليش تكتب انجليزي؟ في تشيكي قاعد في تشيكي الحين مكيف. نسيت. طالعين ان المجموعه اللي في تشيكي راح يعالجون طالعين فيهم في مزرعه وقاعدين يذبحون خروف يطبخون. شفتهم سناباتهم؟ شفت سناباتهم. تسعه برضه. تسعة برضو هذه. ايه. وامسح هذه. ايه. ابو محمد صارت مضبوط. ايوه. ايه ولا لا؟ الا مضبوط. خلاص كذا؟ ايه. خل عاد اكتب انا. يلا تفضل. وخذ ال. ايش تبي اكتب عربي ولا انجليزي؟ لا نبي عربي. اكتب فرنسي. مبدع انت في العربي. لا فرنسي. ابو محمد. العربي تبون اي خط؟ حطيتها رجال ابو محمد يا محمد. روح يا
يا ابو محمد قل بسم الله يا ابو محمد. لا 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 اي ما شاء الله. ايوه كذا ولا لا؟ ما شاء الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله يا سلام. ما شاء الله حركات وبركات. بس زد سنه واحده. زد سنه واحده بين اي روح يا ابن ماشي. اي زد نقطتين طبعا. رقم واحد وحال حيل رقم اثنين. ايوه ورقم 33 عليك يا الله. محلس طيب هنا محلس محلس هذا الكفرات. هذه الخط النسخ وهذا خط الرقعه. لا 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 امسح السن الرقعه. حركات بركات ما شاء الله. ما لها سن ولا لا يا ابو محمد؟ السين الا الرقعه. الخط هذه الرقعه ها والاولها النسخ. اقصد انا السن هذا ما إيه. لو بغيت تكتب سين مجلس وبغيت تجملها تحط تجميل يعني ولا هي ما هي لازم؟ لا تجي في الرقعه. الرقعه اللي هو السهوله في الخط. اي عشان ما هي. إيه فيه عاد هذه شو ذا ديواني ولا هذا الديواني؟ اها لا 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 افا 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 انتظر يا ابو علي. لا 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 انتظر يا ابو علي. الديواني جميل والرقعة جميل والنسخ جميل. تعرف ال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليك. ايوه شوف شوف كيف اي هذا. بلا قرب قرب يا مخرج بلا شوف الا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عظيم عظيم النون. عظيم النون. ايوه باقي هذا الديواني. هذا الديواني اي ادري جميل الديواني. اي جميل وهو اسهل الخطوط للي يبي يمشي على مشي على على الاخرين خطي حلو. أيه يكتب ديواني واللي تبي تكشفه في النسخ واللي تبي تكشفه عاد الاخير مره اللي هو في الثلث. اكتب هناك هنا هنا لان هذه نبغاها بعدين. الله يخلف عليك يا ابو صالح. بس اسهلها خط النسخ خط الرقعه. وش دي يا ولد يا ولد تبارك الله. انجليزي ايش سوي يا ابو؟ اقرا يا قاري. وقع حمدان. وش حمدان وقع؟ لا 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 توقيع ذا توقيع حمدان توقيع شيء كذا. اي حرف حرف عربي ولا اسم في النص؟ اي كانه شعار توشيبا. يا سلام. ايوه يا ولد شوف الابداع هذا. الابداع هذا من اول وش الابداعات هذه؟ الواقع ما شاء الله. طيب الاندلسي. الاندلسي نفس الكلام هذا. الاندلسي باللغه العربيه. الاندلسي والماليزي حرف عربي. والفلبيني. الاندلسي والماليزي وال سريع هالشيء التايلندي. اخذنا جوال اخذنا بس كانت كلها تكتب بالعربي بالحرف العربي الى عهد قريب وما تزال الكتابة في فطان تكتب بالعربي حروف عربية. شش بلا شيء لو اني داري ما كتبت فوق خليت بعدين نتعب. والكلام على الماليزيين الى عهد قريب كانوا يكتبون بالحرف العربي الى وقت قريب ثم انتقلوا للحروف اللاتينية او الحروف الانجليزية بعد الاستعمار يمكن. طيب ابو صالح هلا والله. اول شيء ما شاء الله نهنيك على خطك ابو صالح. الله يسلمك ويعافيك. انجامله تراها طيبه.